نفسي قامت تنهزم من نفسي قامت. نبي ان انت بتتكلمي عنه ده وبتشهدي عنه ان هو اتولد بعد ما ابوه مات ب4 سنين. طبعا انا ايه خدت الموضوع ضحك شويه، ايه ده هينزل بيجري من بطن مامته والكلام ده؟ لا يا عم مفيش الكلام ده. قال لي لا صدقيني فيه. وقال لي تعرفي ان النبي الجو اختصب طفله عندها 9 سنين؟ قلت له لا ما عندناش النبي اختصب طفله. فراح قال لي لا في اختصب طفله. قلت له لا ما اختصبش. فراح قال لي في اللي هي عندكم في الاسلام اللي هي ستكم عائشه. قلت له لا ما اختصبهاش، ده هو اتجوزها. فراح قال لي هو ده مش اختصاب؟ قلت له لا مش اختصاب، ده جواز، ده هي كانت كبيره. فابتديت ان انا اتكلم عن عائشه يعني زي ما احنا كانوا بيفهمونا في المدرسه او في الجامع او الكلام دوت. رحت الكلام شدني قوي. حته اكتر حاجه برضو شدتني ان هو اتولد بعد ما ابوه مات ب4 سنين. قلت بابايا جه، ما عرفتش اكمل الكلام. حصل حاجه، بابا قام فاخدت منه الرقم وابتديت ان انا اتكلم معاه. الكلام شدني. ابتدى يتكلم معايا عن الغزوات، عن الفتوحات، عن الجنه واللي في الجنه. طبعا كان كل دوت كان بالنسبه لي شومه على راسي. يعني الكلام ده عندنا ما كنتش مصدقه ان انا عارفه عن الجنه. في حور عين، بس مش متخيله كميه النجاسه. فجي في يوم قلت له كده ما فيش ربنا. قال لي لا في ربنا. قلت له ازاي في ربنا؟ ما هو المسيحيه غلط ومحرفين الكتاب وكلامهم وداخلين النار، والاسلام بالصوره اللي انت وضحتها لي هي غلط، ده مش دين من عند ربنا. زي ما هو طبعا ابتدى يوصف لي، انا ما كنتش عارفه اي حاجه. ما مش دين من عند ربنا، يبقى ما فيش ربنا. قال لي لا في ربنا. فقلت له ازاي في ربنا؟ قال لي طب قبل ما انا اجي اتكلم معاك في ربنا ولا ما فيش؟ قلت له كان في ربنا. قال لي طب خلينا بعقلك ان في ربنا قبل ما انا اجي اكشف لك الكلام ده. قلت له تمام. قال لي عندكم في الاسلام اسمها دعوه، عندنا في المسيحيه اسمها صلاه. هنبتدي ندعي بالطريقه بتاعتك، يعني الطريقه الاسلاميه. قلت له ماشي اوكي. حقيقي اما ابتدى هو يصلي او يدعي بالطريقه بالعنوان يعني الدعوه يعني بالاسلاميه كده، يا رب يسوع، في دموع وفي رهبه وفي تنميله وفي احساس عمري ما حسيته نهائيا من حته ان انا لما اجي اصلي. وابتدى هو يصلي يقول يا رب يا اللي خالق السماء، يا اللي خالق البحر، يا اللي خالق الكون، لو انت في اله المسيحيه اعلن لنا ذاتك، ولو انت في اله الاسلام اعلن لنا ذاتك، ولو انت في اله اليهوديه اعلن لنا ذاتك. انا عايز اعرفك زي في اي حته زي ما تكون، مش مهم اكون ديانتي ايه، المهم ان انا اتبع الله الحي. طبعا بدموع وبصراخ، وكان في شوق جوايا ان انا اعرف الله، يعني مش مهم اكون ايه. حقيقي بعد ما خلصنا صلاه نمت، لقيت نفسي في وسط زباله، كانت حلم او كانت رؤيه، علشان لقيت نفسي في وسط زباله كبيره جدا وضلمه جدا، ولقيت وحش من ورايا كبير جدا وبيجري ورايا بيجري ورايا، وكل ما اقع يبتدي يقف علشان ما يهجمش عليا. اول ما ابتدي اقوم واجري يجري ورايا. يا رب يسوع. بس في الحلم وفي الضلمه ديت انا شايفه خرم نور من بعد جدا، يعني خرم النور ده شايفاه من بعيد. فانا فعليا في الحلم ان انا اوصل للنور. اول ما وصلت للنور الضلمه اللي ورايا دي لقيتها اختفت نهائيا جدا، مش موجوده اصلا. ولقيت نور عظيم عظيم عظيم، مهما اوصفه مش هعرف اوصفه، يعني جمال يسوع حقيقي. لقيت شخص قاعد على كرسي ولابس جلابيه بيضاء وشريطه حمراء كده وشعره لغايه هنا، والدقن بتاعته لونها
الشعر يعني لون البنيات الذهبي قوي وبياضه جميل جدا جدا جدا، وحواليه اطفال باجنحه وبيبص لي وبيضحك. طبعا انا عمري ما كنت شفت صوره المسيح نهائيا خالص، بس قايمه من النوم فرحانه وسعيده سعاده غير عاديه. مين الشخص الجميل اللي انا شفته ده؟ مين اللي اداني الفرح ده؟ كنت فرحانه جدا جدا ومبسوطه بالشخص اللي انا شفته. طلعت صحيت من النوم، رحت طالعه لفوق، خبطت على عادل: يا عادل يا عادل. المهم قاملي من النوم، فتح لي، بقول له انا حلمت بواحد اتنين تلاته، واحنا ما عندناش في الاسلام حد اصلا، من ما عندناش صور اصلا يعني. فمين دوت؟ راح لقيته ايه، وطى وعمل مطانيه في الارض. فبقول له ايه ده؟ فقال لي انا بسجد. قلت له سجود من غير وضوء؟ طبعا كانت بالنسبه لي غريبه شويه. قلت المسيح؟ قلت له هو الشخص دوت، الشخص دوت اللي ظهر لي في الحلم. مين دوت؟ راح قال لي دوت ربنا. مش انت دعيتي امبارح انا عايزه اعرفك في اي حته؟ دوت ربنا اللي هو المسيح اللي هو عيسى ابن مريم. طبعا كانت بالنسبه لي حته اني ربنا ياخد صوره انسان او جسد او الكلام دي، طبعا يعني الايه المعروفه المشهوره عندنا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فما فيش حته ولاده ديها اصلا يعني. فكانت بالنسبه لي يعني غريبه. ابتدى يكلمني عن حته ان الله يعني لما كلم موسى خد شكل شجره، خد شكل جبل، فمش صعب على ربنا انه ياخد صوره انسان. كنت مزمزقه الاول كده، فما كنت معترضه، بس لما ابتدى يصلي معايا وقال لي هنصلي ويا رب فهمني الكلام، وطبعا كانت صعبه بالنسبه لي جدا ان الله يبقى ثلاثه. طبعا كنت اسمع كده ان المسيحيين بيعبدوا ثلاث الهه، فكنت بالنسبه لي طبعا بقول له انت بتعبد ثلاث الهه، انا مش بنعبد ثلاثه، هو اله واحد. وابتدى يكلمني من القران ان الله يعني ربنا مش صعب عليه ان هو ياخد شكل، يعني خد شكل نبات وخد شكل جماد، فمش صعب على ربنا ان هو ياخد صوره انسان. وابتدى يكلمني طب ليه ربنا، انا ابتديت اقول له طب ليه ربنا خد صوره انسان؟ ابتدى يجيب لي قصه من حواء وادم علشان يفهمها لي. حسيت براحة والكلام كان بيشدني قوي، وكنت بحس كل ما أتكلم عن المسيح أحس بفرح وأحس بأمان وأحس إن أنا هو دوت. حسيت بشبع زي ما في ترجمة بتقول سباني بحبه، يعني حقيقي سباني. ابتدى يكلمني، طبعا اتفرجت على فيلم السيد المسيح في الوقت دوت، وكلمني عن المعمودية وإيه هي المعمودية. اتشددت طبعا المعمودية جدا، قلت لازم أتولد ولادة سماوية علشان لو ما اتولدتش مش هخش السماء. فحقيقي ما كنتش في الوقت دوت شغالة في البيت، كنت قاعدة في البيت في السن دوت يعني حوالي 16 سنة أو 17 سنة. ربنا فتح ليا باب شغل علشان أعرف أروح الكنيسة، وحقيقي ربنا يعني استجاب. كنا بنصلي ان ربنا يفتح لنا باب شغل، وفتح لنا باب شغل ونزلت اشتغل في كوافير. اشتغلت حقيقي في كوافير وابتديت ان انا اروح للكنيسة، وقابلت الاب الكاهن عادل عرفني عليه وقابلته، وكان كل قعدت مثلا مع ابونا حوالي سنة ونص او سنتين كل اسبوع يقول لي الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي بعده هعمدك، وقال لي هعمدك باسم إيريني، وكل اسبوع اقول له هروح اروح له يقول لي لا مش الاسبوع ده طبعا، علشان كان خاطر في الوقت دوت احداث 2011، فطبعا كان كل شويه كنيسه تفرقع كنيسه طبعا، فكان ابونا كان غصب عنه كان بيخاف. ابتدى اخر مره رحت لابونا، مامتي كانت ضرباني علقه جامده جدا جدا، ولازم اتجوز ابن خالي وانا مش هتجوزه، فمامتي ضربتني. ورحت لابونا، رحت لابونا قلت له يا ابونا مامتي ضربتني ولازم بتقولي لازم انا هجوزك. فرحت قلت له يا ابونا انا مش هروح مش هرجع تاني عندهم ومش هروح، انا
عايزه اعيش حياه مسيحيه. قال لي يا بنتي بقول لك روحي اتجوزي. قلت له ازاي يا ابونا؟ قال لي بقول لك روحي اتجوزي. طبعا طلعت من الكنيسه منهاره، يعني بقول له يعني اي حد ما يجي مسيحي للاسلام في 5 دقايق ياخدوه ويخلوه مسلم. طب انا معاك يا ابونا. طبعا كنت مذهوله قوي من رد فعله. اللي بيقولي لي قومي ارقصي، قلت لهم لا مش قايمه. فابن خالي هو قاعد جنبي، انت عارفه لو قمتي يا بنت ويا بنت وابتدى يشتمني ويسب لي ايه؟ قلت له اشكرك يا رب، لقيت حجه ان انا اخرج بيها وان انا اقول اني مش هينفع اتجوز. هم احنا دلوقتي بيشتمني، هم لما نتجوز هيعمل ايه؟ فقمت حقيقي ابتديت ارقص، فالعريس رماني ضربني بالشلوت فوقعت على الناس على المعازيم. يعني الكوشه في الارياف كمان بتتعمل عاليه جدا، فوقعت. فابتديت ان انا اصوت، قلت لهم هما ده اللي هيتجوزهولي، ده مجنون. طبعا خدوا في البيت اني عادل البرفان اللي هو مدهولنا اللي ادهولي هو فيه سحر، وابتدوا يشكوا في عادل. مع طبعا شكلي بقى كان كنت لابسه الطرحه قلعتها في الفتره ديت، كنت ان انا حابه ان انا اعرف بابا عن المسيح وعن القران واللي انا عرفته ونصايب محمد. يعني لما كان يجي القران شغال كده وما ملكت ايمانك، فكنت عايزه بابا اعرفه. فكانت اسماء هي جابت الكلام ده منين؟ اسماء عشان بتتكلم مع عادل، بتقعد مع عادل، فده نصراني فخلاها كده. قالوا ان عادل هو اللي عامل السحر بعد دي حقيقة، ان هو كان اكتر ان في حب اللي انا بحبه حب المسيح، ان هو عرفني عن المسيح، ان هو شالني من الضلمة وللنور، شال عرفني مين هو محمد، كشف لي مين هو محمد وكشف لي مين هو المسيح. فكنت بحبه محبة في المسيح، ما كانش علاقة حب نهائيا. ابتدى خدوني عند شيخ، وانا ماشي في طريق الفيوم دوت انا عماله اصلي يا رب انت هتسيبني، يا رب زي ما كنت مع ماري جرجيس ارجوك كن معايا. الاقي السحابه تتجمع وتجيلي وش المسيح وتمشي معايا الطريق اللي انا كنت ماشيه دوت. حقيقي رحنا للشيخ وابتدى يقرا قران ويحط ايده على دماغي ويصلي، مش يصلي، يقرا قران. وخد ازازه ميه وابتدى يقرا عليها القران. انا كنت قبلها متفرجه على فيلم ماري جرجس، والراجل الشيخ ده مداني ازازه الميه، رحت رسمت عليها الصليب، مسكت الازازه ورسمت عليها الصليب. قلت له يا رب انا واثقه عشان انت اله بتاع زمان وبتاع دلوقتي والى الابد، فانت اله الماري جرجس واله دلوقتي واله الى الابد. فزي ما كنت مع قديسين مع ماري جرجس هتكون معايا. حقيقي خدت الازازه وشربتها، حقيقي شربت مفيش اي حاجه. الشيخ يقول لي يا بنتي ما فيهاش اي طعم متغير، قلت له لا ما فيهاش اي حاجه. قال لي خدها وقرا عليها القران تاني، شربت ما حقيقي ما فيهاش اي حاجه. مامتي خدت الازازه شربت منها، ما قدرتش من كتر مراره الميه، ما استحملتش مرارتها رجعت. طبعا انا كنت فرحانه بعمل ربنا جدا، قد ايه ان ربنا كان معايا، وهم يعني الماري جرجس يشرب السم ما يحصلوش حاجه، انا اشرب الميه ما يحصلليش حاجه، مامتي ترجع. كان كل ده بيثبتني في الايمان ان انا ماشيه مع الاله الحقيقي، الاله اللي هو قوي، اله هيدافع عني، اله بيحبني بجد. بعد كده بعد الموقف دوت اختي قالت لا اسماء كده معمول لها سحر جامد وسفلي ولازما، وقعدوا يتكلموا مع بعض على عادل احنا هنعمل ايه مع عادل. خلى البنت نصرانيه، شكلها متغير، كلامها بقى متغير، اسلوبها ما بقى. كنت بصلي قبل ما اعرف عادل، كنت ملتزمه جدا بالجامع، يعني كنت الظهر اروح العصر اروح، كنت ملتزمه جدا بالجامع. قلعت الحجاب ما بقتش اصلي، اما اشوف ايات قرانيه اعلق عليها، فكان دي مش بنتنا. فاجتمعوا كل اللي في البيت، بابا مراتاته اخواتي الصبيان خلاني اصحاب جوز اختي،
طلعوا على عادل كسروا البيت ان شاء الله. لما دخلوا عليا المكان انا حقيقي كنت نايم يعني، فانا قمت مذهول. في ايه؟ انت قول لنا على الكنيسة اللي انت بتعمل فيها السحر والاصوات اللي انت انا كنت بصلي بالليل يعني غالبا يعني، فواضح ان كان صوتي بيسمعوه او بيصنطوا عليا في الشقة ويسمعوا صوت صلاتي، ترانيم واشغل ترانيم وكده، فهم يفتكروا ان هي طقوس سحرية يعني، طقوس ايه سحرية. طبعا عندي مجموعة من الكتب يعني، القرطبي وانت عارف ان هو كذا جزء كبير يعني، والبخاري وكتب إسلامية كتير كانت عندي، وصحيح مسلم والقرآن، كتاب القرآن المصحف والإنجيل طبعا، بعض الكتب للبابا شنودة. فلما لقوا عندي الكتب دي كلها، شايفين كتب السحر قد إيه، أنت القرآن بيعمل إيه عندك أنت، طبعا هم عارفين مكان أخويا ومكان أختي واتهموا كنيسة معينة حقيقي بجد. الكنيسة دي أنا ما كنتش بروحها يعني، مش عاوز أذكر مكانها بالتحديد يعني، الكنيسة اللي فيها باعترافي خالص إحنا هنروح ونعمل ونسوي. ركبني الخوف والإيمان القوي، والشخص اللي كان بيتكلم عن المسيح، والشخص القوي امتلكني عدو الخير بالخوف، بس استغلني بأفكار تحس إن هي مقدسة، بس هي كان أفكار عدو الخير. بيقول لي بقى أنت يا حقير، ياللي عاوز تمجد اسم ربنا في النهاية تحرق بيته وتقتل إخواتك وأخوك بسببك أنت يا حقير. فمن كتر الخوف قلت لهم أنا ببحث للإسلام، قالوا لي يعني هتأسلم بس خلاص. طبعا خدونا شيلة بيلة، وكان في 3 أيام او اسبوع بكتير، وكانت معايا البطاقه. اللي حصل الموقف دوت، عادل طبعا غير ورق، وهم خدوه غيروا ورقه، ابتدوا طبعا كان بالنسبه لي ازاي. وطبعا الموقف اللي انا شفته، اي حد ممكن حد من ورا يسمع الفيديو يقول ازاي انكر ايمانه، بس ده طبيعي، محدش بيحس بالتجربه غير اللي كان فيها يعني. بعدها عرض علي على موضوع الجواز، يعني راح لأب الكاهن وقال له يا ابونا أنا هعمل كذا كذا، أنا ورقي اتغير. موافقنيش. إيه؟ موافقنيش هو. أبونا ما وافقهوش. عادل قال لي أنا خلاص أدام ورقي اتغير وأنت بنت المسيح هتجوزك. قلت له بس أنا ما بحبكش، مش زوج وزوجة. قال لي قلت له طب نصلي وهشوف الموضوع. ابتديت نصلي، حسيت ان يسوع قال لي هتعرفي تعيشي حياه مسيحيه براحتك، كده كده مش هتعرفي تتجوزي كواحد مسيحي في الاصل، انما دوت هيعيشك حياه مسيحيه، هتعرفي تروحي الكنيسه براحتك، هتعرفي تعيشي حياه ايمانك بالمسيح وما تتجوزوش. يعني جواز قدام الناس حقيقي. طبعا لما جه عادل يتقدم لماما وبابا، طبعا رفضوا جدا 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 بسبب فرق السن بينا. مامتي قالت له لا طبعا ما ينفعش، وابتدت تنهار. احنا انت عايز تتجوز اجيب لك احلى عروسه، بس بنتي لا. طبعا مامتي فضلت تضرب فيا، وانا قلت لها لا انا عايزاه وانا هتجوزه. قالت لي لا مش هتاخديه. طبعا بعد مشاكل كبيره وضرب وكده، انا في دماغه كله انا هستحمل الضرب علشان اعيش حياه مسيحيه، اعرف اروح الكنيسه براحتي، اعرف اعيش حياتي براحتي، حياه مسيحيه حقيقي. بعد معاناه شويه، فتره طويله جدا، اتجوزنا، اتخطبنا واتجوزنا. انا فتحت هو كان شغال محل ملابس قطاعي، وبعدها بفتره فتح، ربنا وسع علينا وكرمنا جدا، فتح جملة وابتدى يوزع جملة وجيبنا عربية، وربنا يسوع يعني كرمنا جدا في شغلنا. زعلاني من ربنا قوي، انا عايزة اتعمد، عايزة نور المعمودية. وقعدنا نصرخ انا وهو قدام ربنا لغاية ما ربنا فتح قدامنا
قناه وابتدينا اتكلم مع ابو الاب الكاهن دوت، ويسوع سهل المعموديه اللي كنت دايخه عليها واللي ما كنتش لاقي حد يعمدني، ربنا سهلها بطريقه غير عاديه. رحت حقيقي اب الكاهن، الاب الكاهن اللي انا كلمته بره مصر، الاب اللي هنا في مصر، يسوع سهل المعموديه انا وعيالي، اتعمدنا الكلام ده المعمودية بالظبط من 5 سنين، أنا بنوتي عندها 6 سنين دلوقتي، ويا سلام، وحسيت إن أنا بقى ليا مكان في السماء بجد، بقيت بشهد بجد عن المسيح إن أنا بقيت بنته. بس نسيتي تحكي إيه؟ حتة الخطف والقبل كان قبلها بشهر، كان قبل المعمودية بشهر اتخطفنا، وكانوا عاوزين يقتلوا عادل بس في اللحظة دي يعني. بس هي رفضت تسيبني. احكي القصة كده. جيف طبعا عندي في المحل مفيش قرآن الصبح، مفيش ده، مفيش دوت. هما كانوا هايجين قوي يعني، عايزين يمسكوا دليل علينا، فراحوا خطفوا، مش خدونا انا يعني، كانوا عايزين ياخدوا عادل لوحده. مين هما؟ بابايا، خلاني الكبار، اعمامي، كانوا هم فاتحين مكمورة بتاعت الفحم اللي هم بيصنعوا الفحم نفسه. ففي الوقت فترة دي كان في نيتهم ان هم ياخدوا عادل، يعني ما يكونش ليه دي اصلا مش موجود يعني، كانوا عايزين يقتلوه، يحطوني في المكمورة دي ويولعوا فيها، هيبقى رماد، ماليش اهل يسأل عليه، ماليش حد يسأل عليه، فهيموت في السكيتي وخلاص. بس طبعا هي ما هنش عليها انها تسيبني في اللحظة دي، فمسكت فيا جامد فخدوها معايا، رحنا سوا. وفي الوقت ده كان معايا طفلة صغيرة، بنتي الصغنونة كانت لسه على دراعها، يعني بنتي سنة لسه بترضع، وتعرضنا للموت. واهل البلد او اهل القريه ديت يعني، احنا انا في محافظه الجيزه، خدونا القريه تانية اللي هي بيصنعوا فيها الفحم ده، وكلها مكامير يعني فحم. فانتوا ازاي جبتوا عياله معاه وجبتوا مراته ليه؟ ما كده بقت مش هتسيبنا يعني، مش هينفع نقتله يعني. فمضوني على وصولات امانه كتير، وبعدها نزلوا فينا ايه ضرب. طبعا احنا استنجدنا بالعذراء وبالشهيد العظيم ماري جرجس، وصرخنا من قلوبنا بجد بجد. هو ألم الضرب ما حسيناش بيه، يد عظيمة حصلت، بقوا يضربوا هم في بعض ويقولوا شفت انت سلطت الجن علينا، انت سلطت الجن، ان احنا يعني اختلفوا مع بعض، فابتدوا يمدوا ايديهم على بعض. وربنا أرسل شخص خطفنا بمكنة، أنا ومراتي وبنتي اللي كانت هتاخد شومة، طفلة كانت هتاخد شومة، ورب المجد يعني أنقذها في لحظة مناسبة، فالشومة جت على دماغ إيه مامتها في اللحظة، للجامع يشهر إسلامه عشان يعملوا بيه حفلة، رفضت. لما جم يسألوني إن الإنجيل محرف، طبعا قلت لهم هدولي دليل واحد، فطبعا بدافع عن الانجيل. لما جم من في فتره السنين ديت من 2013 لحد 2016 لحد 2015 انا ما دخلتش جامع مره، ما صمتش رمضان مره، بالتالي على دراعي الصليب، بالتالي بقول صدقني يعني، ما جيتش حلفت يعني. انا كنت مش بروح الكنيسه يوم الجمعه، رحت الكنيسه يوم الجمعة، كان في حد من الخدام قالوا لي ان في مؤتمر تروحي، قلت لهم اروح، رحت غبت من عين يعني، شغلي جنب مامتي يعني، في مامتي جهت هي انت كنت فين؟ قلت لها كنت بتفسح. غريبة انت تفسحيش لوحدك الكلام دوت؟ قلت لها معلش يا ماما. ما طولتش معاها، المهم عملت لها الشغل اللي هي عايزة تعمله، خدت بعضها وهي ماشية، خدت الأولاد طبعا، الأربع أيام ترانيم، بابا يسوع، قداسات في المكان اللي احنا كنا فيه، طبعا جايين مليانين بالروح ربنا قوي،
وانا كنت في مؤتمر، لما كنت بروح يوم الجمعه الكنيسه كنت لازم ارجع من الكنيسه اوديهم ماكدونالدز او كنتاكي اي حاجه علشان ينسوا اليوم. طبعا في اليوم ده انا ما كنت خلاص جايه من المؤتمر تعبانه، فروحنا على طول. خدتهم مامتي وابتدت طبعا تتكلم مع العيال، انتوا كنتوا فين؟ قالوا لها احنا كنا عند بابا يسوع. بابا يسوع مين؟ بابا يسوع اللي عامل كده على الصليب يعني. احنا خدنا يا تيتا الجسد بتاعه ودم والكلام ده. طبعا ماما عرفت ان انا كنت فين. طبعا جت تاني يوم هي واختي، طبعا في وشهم غضب غير عادي، بس اللي كان ربنا فارق معايا قوي ان كان ربنا ماليني من المؤتمر ده من الروح القدس بشكل غير عادي. كان عندي قوة شجاعة ان انا اشهد للمسيح واني انا مليانه من روح ربنا، ما فيش حته الخوف ده نهائي. انا متهيألي لو كان الموقف ده حصل قبل ما اروح مؤتمر متهيألي ما كنتش هبقى بالشجاعه دي. لقيتها جت هي واختي وابتدوا يتكلموا ويزعقوا في المكان. مشيلي المكان، بنات مشيت البنات. جوزك فين؟ قلت لها جوه. فهميني احنا انت كنت فين؟ قلت لها كنت بتفسح. قالت لي لا، عيالك قالوا لنا ان انت كنت في الكنيسه. قلت لها حتى لو كنت في الكنيسه هو غلط. قالت لي انت بتهزري. وابتدت اختي تشتم فينا وتهزق وتضرب. قلت لها بعد اذنك ما تضربنيش. قالت لي احنا مالنا ومال الكنيسه، قومي هاتي لي الكافر بتاعك. فطبعا قمت قلت لها عادل قوم، الساعه جت، الوقت جه ان احنا نشهد للمسيح. عادل طبعا جه. طبعا اول ما مامته يا كافر يا ابن الكافر، يا انت خليت بنتي كافره، انت خليت بنتي مش عارفه، وديته من الكنيسه. وطبعا مامتي ابتدت تضرب في عادل هي واختي وهزقته ضرب غير عادي. انا جيت احوش عن عادل، اختي راحت ضرباني بالقلم وراحت قالت لي انت كافره انت، وراحت مسكت عادل هي وماما قالت له انت لازم تطلقها. قال لها انا مش هطلقها. قالت له لو ما طلقتهاش هتموت. فراحت مامتي بتقول لي خليه يطلقك. قلت لها مش هيطلقني. قالت لي هنموته. طبعا طبيعي يعني خلى بنتهم كافره وان هو عايش باين قدام الناس ان هو مسلم وهو مسيحي، طبعا كانت كارثه كبيره جدا قدامهم. بهدله عادل جدا جدا يعني، ممكن هو اللي يعني مش ممكن، ده هو اللي اتضرب وبهدل والشتم اكتر مني بكتير جدا علشان هو اللي خلى بنتهم نصرانيه. طبعا قالوا له لو ما طلقتهاش هنجيب لها خلانها وهنجيب لها وهنجيب لها وهم هيموتوك هيموتوك. طبعا كانت كلمه اختي انت كسبت ثلاثة للمسيحيين، انت كسبت ثلاثة للمسيحيين. قلت لها في كان في كان ربنا قوي شغلني بحتة زي دي يعني، كان يعني في الوقت ده كنت حابة ان انا بشرها يعني كمان يعني الدنيا هايجة وانا حابة اعرفها ان الدين غلط. قلت لها انت بتدافعي عن دين انت اصلا ما تعرفوش. ربنا قال ما تقتليش، ربنا قال في شريعة موسى ما تقتلش ما تزنيش ما تسرقش. يجي محمد الله بتاعه بيحلل الأكل وبيحلل، بتقول لي لا ما بيقتلش. طبعا احنا كنا عندنا كتب إسلامية أنا وعادي. قلت لها تعالي نشوف في كتاب صحيح مسلم كل الأحاديث اللي فيه صحيحة، ما تقوليش حديث ضعيف زي ما الشيوخ بتقول. هنا الرسول أمر أمرت أن أقاتل حتى الناس يشهدوا أن لا إله إلا الله. قولي لي اتأمر من مين؟ الله يحب القتل. الله طبعا ما لقيتني بتكلم كده، انت مجنونه انت كفرتي، هو عمل لك غسيل مخ. قلت لها حقيقه هو عمل لي غسيل مخ. الطبق لما بيكون مش نضيف ووسخ بتغسليه. انا عادل نظف دماغي من وساخه الاسلام ونظفها حقيقي من وساخه الاسلام. طبعا طلعت كده قامت جاباني من شعري وراحت ضربه عادل وبهدلت عادل جدا، خلاها كفرت. طبعا ماما صوتت يا ريتني فضحتيني فضحتيني، جبتي لنا العار. طبعا وطبعا ماما مات. طبعا ماما خدت بعضها وخدت
وخدت بعضها ونزلت. عادل كان كل همه عادل هو هم نزلوا انا اختي وهي نازله كسرت الكشاء اتكسر اتفك كله. خدت بعضها ومشي عادل. انا وعادل خدنا بعضنا جبنا العيال من المدرسه فقط لا غير. خدنا العيال وفي الشارع وهنروح فين مش عارفين نروح فين لغايه ما ربنا ارشدنا المكان وابتدينا. يسوع ما سابناش ومد ايده بس عشت فتره صعبه جدا. الفتره دي اصعب فتره انا عشتها في حياتي انا وعادل. وكانت اكتر وقت كنت بتعذب فيه قوي هم عيالي. يا رب اشكر ربنا يا رب يسوع. اصعب حاجه لما قالوا لنا انت عندك اشتباه في كورونا قلت لهم نشكر ربنا ده الكلام ده من اول كورونا ما جات. نشكر ربنا يبقى هنرحل. يقولوا لي طب انت لما انت هتروح الحجر العيال هنوديها فين؟ يقول لك ايه لولا ان المسيح بيرسل اولاده كنا ضعنا زي اللي ضاع. انا ممكن احكي بس في حروبات كنت بحكي يعني عايز اشارك اخواتي بيهم. انا كان بيجي وقت طبعا عيالي متعودين على لبس معين على اكل معين. احنا قعدنا فتره في الاول حوالي 3 شهور بناكل فول وطعميه عشان الفلوس اللي معانا على القد. لما قلنا نجيب فراخ طب ال 100 جنيه اللي يعني الطعميه والفول هتكفينا بتكفينا طول اليوم. انما الفراخ لو جبناها تكفينا طاقه واحده. كان في فرح في المنطقه اللي احنا فيها عيالي قالوا لي احنا نفسنا ناكل مكرونه. طبعا قلت لهم لا تنزلوش. طبعا ما كانش عندي بوتاجاز في الفتره دي وكانت الحاله صعبه قوي. قلت لهم لا ما حدش ينزل. عادل قال لي سيبيهم عشان العيال بقى لهم كتير ما كلوش اكل بيت ولا مكرونه ولا حاجه ولا فراخ. في الوقت ده سبت الولاد نزلوا وانا رايحه اجيبهم. لقيت ربنا بعت لي كده صوره وبيقول لي يا رب رعايا فلا يعوزني شيء. قلت له لا انت مخليني عايزه. انا متعوده ان انا اعيش في عيشه مرتاحه انت خليتني اكون شبه الشحاتين. قلت اب اما كنت بشوف عيالي وهما لابسين هدوم مقطعه والعيشه اللي احنا عايشينها كان عدو الخير يقول لي خدي بعضك وامشي ارحمي عيالك وارحمي جوزك من البهدله دي. كنت اقول له لا مش هسيبه مش هسيب ايد المسيح.